صور أولية للموقع الذي نفذ فيه ما قيل إنها عملية اغتيال في حي المزة بدمشق على حد ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، هو من تحدث عن هذه المعلومات. عميد يعرب المعذرة، ولكن نحن نتابع ما يجري الآن. نذكر مشاهدينا بأن العاصمة السورية تعرضت لعدة اعتداءات في الآونة الأخيرة، هذه الاعتداءات من الإسرائيليين على العاصمة السورية دمشق، حي المزة تحديدا. إذن مشاهدينا، هذه الصور. لا تفرق كثيرا مشاهدينا عما يجري في بيروت، انفجار على ما يبدو بأنه الأعنف منذ فترات طويلة تنعم العاصمة السورية دمشق بشيء من الاستقرار. هذا الانفجار مشاهدينا في حي مكتظ بالسكان، إذن كما نشاهد مشاهدينا هذا الحي مكتظ بالسكان المدنيين. نشاهد هذه الصور، الناس تحاول أن تساعد بعضها البعض. إذن الإعلام، إعلام الحكومة السورية يتحدث أن صوت الانفجار الذي سمع في العاصمة يرجح أنه ناجم عن اعتداء إسرائيلي استهدف بناء سكنيا في حي المزة بمحيط الأبنية 14، والمعلومات الأولية تشير إلى وقوع إصابات. مشاهدينا، نذكر بأن هذا الانفجار حز وسط العاصمة السورية دمشق، حي المزة تحديدا. الإعلام السوري الحكومي يتحدث بأن صوت الانفجار الذي سمع في العاصمة يرجح أنه ناجم عن اعتداء إسرائيلي استهدف بناء سكنيا في حي المزة بمحيط أبنية 14، والمعلومات الأولية حتى اللحظة مشاهدينا تشير إلى وقوع إصابات. المرصد السوري مشاهدينا يتحدث عن عملية اغتيال. نذكر مشاهدينا بأن هذه الاعتداءات متكررة على العاصمة السورية من قبل
الطائرات الإسرائيلية، هكذا تتحدث الأوساط الحكومية السورية، وهذا آخرها الآن الذي نشاهد الصور التي تظهر على شاشة الحدث. صور أولية للموقع الذي تم استهدافه.